السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع عامل لك بيئة أو عامل لك صورة ثلاثية الأبعاد أو هيعملها لك بانوراما، مجرد إن أنت تكتب الكلمة، مش بيعمل لك صورة وخلاص، لأ بيحطك في البيئة دي كلها. تمام، يعني تقول له مثلا عايز مدينة شغالة في الصحراء فيعمل لك البيئة بالشكل ده. خلينا مثلا نقول له إيه بير، فيطلع لك بالشكل ده. تقدر ان انت تشوفها او تعملها داونلود باكتر من طريقة زي ما انت شايف بالشكل ده. هو بيحول لك التكست لصورة بانوراما 360.